مين منا ما بحب الأكل الطيب خصوصاً إذا كان من دون دسم؟ بحلقتنا الصحية الأسبوعية الشيف حيعلمنا أطيب الوصفات الخالية من الدسم. هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ اشكر الله. شو في عنا اليوم؟ اليوم حنعمل اكل وجبات اكيد يكونوا فات فري، يعني قد ما فينا، يعني ما حنستعمل دهن ابدا، لا زيت ولا يعني ابدا ما في زيت، بس اكل اطباق ما فيهم زيت، فات فري. عمول هلا اكيد ما في شيء، صعب كثير واحد ياكل فات فري كل يوم، لانه في اشياء ما بتنعمل الا ما تنقلها، ما تنخبز، ما تنشوى، بس مثل ما بنعرف فينا نعمل ستيمد، فينا نفوت اشياء على الفرن بلا زيت بتضلها فات فري. اوكي. حنعمل شيء بالدجاج، صحن طبق بالدجاج، حنعمل طبق باذنجان محشي حمص، وحنعمل جاتو بالبامكن. اوكي. مع البامكن سيدز والزبيب، فكمان بلا زيت وزلال البيض، مش بيض كامل، حنحط فيها بس زلال. اول شيء حنبلش دغري بالباذنجان. يلا هناخد باذنجانه، شيل عنا العنق. يعني اذا كنا من محبين مثلا الدهون، ايه فيش خلقنا بمره بالاسبوع شاف؟ هلا شو حسب شو هو النوع الدهون اللي عم ناكلهم؟ يعني ما قالي مرة بالشهر. مرة بالشهر؟ إذا عم نعمل دايت. لا ما عم نعمل دايت. نحن ناس منا مرضى، معنا وزن زايد، بس منا نحافظ على صحتنا، منا نمشي بالطريق الصحيح. مرة بالأسبوع منيحة. مش عاطلة يعني. كفكرة. منيحة، في واحد يعمل مرة بالشهر. بخبص اللي هو أما مرة بالجمعة تشيت داي، بس أكيد بده يكون كمان عم بيعمل سبور، يمشي. مش عم نعيد هي الحياة اللي نحن عايشينها اليوم، شو نوع حياتنا اللي عايشينها؟ هل هي حياة ورا مكتب ما في كثير شغل اكثر عقلي اكثر ما هو جسدي؟ اما نحن بنشتغل نتعب في يعني بنشتغل بايدينا اكثر من ما هو بس قاعد ورا مكتب، كمان بفرق بين هون. هناخد جات. يلا هناخد بصلة، شي حن اكيد حنقص هيك شوي لتوقف معنا. صحيح انه في مفهوم خاطئ كان قبل يقولوا انه ممكن الدهون هي اللي بتعمل كوليسترول، بس هلا صار الشيء غير. لا، الدهون هي بتعمل كوليسترول، الكبد هو بيقرر بالنهايه بالجسم. الكبد هو اللي بيقرر شو بده يحول لكوليسترول، شو بده يحول لتريجليسيريد، حسب شو بياخذ شو بيستهلك. بس اكيد اذا ناكل كثير دهون بالنهايه حيخزن بالجسم، حيعمل كوليسترول اللي حيتحول لكوليسترول او امراض القلب كمان. هيدا من وقت لما يصير في زياده كوليسترول بس في كثير اشياء بتعمل امراض قلب غير الكوليسترول، يعني في الدخان بيعمل امراض قلب، مش بس انه الكوليسترول، يعني في كذا شغله بتعمل امراض قلب. يعني في حلقات سابقه مثلا انا اسالك عن السمنه او عن الزبده او عن الزيت، اقول لك مثلا انه اذا استعملنا سمنه يعني بتنصح، او اذا استعملنا زيت مثلا زيتون كمان بتنصح. لي لا، كل شيء بعدله. ايه بس انت اللي بتنصح، عشان يعني بتنصح حد عم بياكل سمنه اليوم؟ انه ما هو بالنهايه اذا واحد بينصح اذا ما بيمشي بحياته، طلع كل نهار بيستهلك زياده اكثر ما كثير ما لازم ياكل وجبه، ما بيعمل حركه، ما بيعمل رياضه الى اخره، طبيعي بده ينصح. بس اذا عنده حياه طبيعيه وعم يستهلك الكميات اللي لازم يستهلكها باعتدال، ما مش مفروض ينصح، مش مفروض. بس الامراض الثانيه اللي بتيجي هذيك ممكن تجي محلها شيء، مش بقى انه الكوليسترول عم بقلب، يعني هي الفكره